بسرعة الان.
طائرات القطار اللي سقطت داخل مياه قلعه الابراهيميه قبل ما تنشلها الى الخليج. يعني جهود مكثفه هنا من قوات الحمايه المدنيه داخل المكان. ارجع لورا يا ابني، ارجع لورا، ارجع لورا يا ابني، رايح فين؟ ارجع لورا، تعاود. حصلت المصابين حتى هذه اللحظات 20 مصاب، في منهم طبعا ناس خرجت بسبب ان الكدمات اللي فجاه يعني كانت كدمات خفيفه او متوسطه، لكن يتبقى حالتين في مستشفى المنيا العام الان، يعني تعرضوا لكسور جراء هذا الحادث، كسور في العظام يعني، الان بيتم اجراء لهم عمليات بسبب الكسور وعمليات تجميليه ايضا، لكن يعني بنسال الله الشفاء العاجل لكل المصابين. بالنسبه لحصيله الوفيات، ثلاث وفيات، اثنين تم استخراجهم من مياه قلعة الإبراهيمية، وتبقى حالة واحدة فقط. يعني بتواصل جهود الإنقاذ النهري البحث عن آخر جثمان للخروج لخروجه من مياه قلعة الإبراهيمية. لرفع يعني عربات القطار من مياه درعة الإبراهيمية الآن زي ما انتم شايفين معانا. ووصلت قوات الإنقاذ النهائي منذ الصباح يعني عملها والبحث عن المصابين وضحايا هذا الحادث من تحت الماء، وانتشال كل ركاب اللي نزلوا تحت المايه في العربيات، وبالفعل كان في 20 مصاب. اما بالنسبه لاستخراج الجثامين والضحايا اللي توفوا جراء هذا الحادث، تم اخراج 2 من الاشخاص اللي توفوا ضحايا هذا الحادث، وتبقى جثمان واحد فقط تحت الماء بيجري البحث عنه الان من قبل قوات الانقاذ المهني لخروجه يعني من القليوبيه. اخر جثمان لشاب من القليوبيه يعمل بالسكه الحديد، يعني حديث العمل، يعني بقاله شهرين فقط في هذا العمل، وكان من العاملين، يعني يعتبر من العاملين في القطار، و وبيتم استخراج الان العربات من تحت الماء، وايضا الجثمان اخر جثمان متبقى تحت مياه قلعة الإبراهيمية. على قلوبهم، يعني حادث أليم مر على محافظة المنيا.
الدنيا النهارده منذ الصباح والغياب، يعني حوالي 6 ساعات على التوالي او اكثر، من بحث ومن الجهود المكثفه ومن رعايه وحمايه وعلاج المصابين داخل المستشفى، يعني من جميع الجهات. مصاب صعب جدا النهارده داخل مستشفى المنيا حادث القطارين. كلمة ستين مش انا بعيدة اهو. الامان هو هيقول لك الامان هو تقول النار كله. كان في طبعا قرارات النهارده عاجله من يعني النيابه العامه بشان الحادث، منهم طبعا التحفظ على سائق الجرار يعني استجوابه وفحص تعاطي المخدرات. ايضا كان من ضمن هذه القرارات العاجله النهارده من النيابه تشكيل لجنه هندسيه لفحص صلاحيه القطارين واجهزه السلامه، وتشكيل لجنه من هيئه السكك الحديديه لتحديد المخالفات، وانتقال النيابه العامه وخبير الادله الجنائيه لمعاينه غرفه المراقبه. النهارده يعني قرارات من النيابه العامه، 4 قرارات عرضنا على حضراتكم بعد حدوث اصطدام جرار بمؤخره قطار 1087 او بيسمى قطار النوم، وتحديدا عربه القوى القادم من اسوان باتجاه القاهره، وده يعني في تحديدا في قريه نعوسه التابعه لمركز ومدينه النيه، ادى الى سقوط عربه القوى وعربه اخرى من القطار، وعلى الفور تم الدفع بمعدات واوناش الطوارئ، وتم فصل القطارين بالفعل عن القطار عن العربتين، وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهره، وبالفعل وصل قطار الى القاهره منذ يعني ساعات نقدر نقول، وبسلامه الله وبسلامه الركاب. انا مع حضراتكم التفاصيل، وما زال الان يعني اوناش الطوارئ الان في رحلتها لاستخراج العربات من مياه ترعة الإبراهيمية الآن. زي ما هو موضح مع حضراتكم يتم استخراج عربات القطار من المياه بالونش وأوناش الطوارئ. أنا متابعين متابعي عين مصر، يعني بتابع مع حضراتكم الآن من استشال واستخراج عربات القطار اللي سقطت في ترعة الإبراهيمية بقرية نعوسة بمحافظة المنيا، وبيتم الآن انتشالها بواسطة أوناش الطوارئ من المياه. زي ما وافينا حضراتكم بالتفاصيل، يعني 20 مصاب في هذا الحادث حتى هذه اللحظة، أغلبهم يعني كدمات، و الحالات ما بين متوسطة إلى خفيفة. كمان في حالتين الآن مصابين بكسور التجرة، لهم عمليات داخل مستشفى المنيا العام.
عمليات تجميليه ويعني عندهم كسور في العظام ايضا. كمان عندنا في حصيله الوفيات 3 وفيات حتى الان، وفي 2 من الجسامين خرجوا من المياه بواسطه قوات الانقاذ المهني، ويتبقى حاله واحده يعني بتكثف الجهود للبحث عنها، وده يعني عامل من العمال اللي كان يعني لسه حديث العمل، يعني كان شغال على الباور يعني حديث العمل بقاله شهرين فقط، عنده 23 سنه من القليوبيه، يعني من القليوبيه، ووقع هذا الحادث هنا بمحافظه المنيا وتوفاه الله تحت الماء. بيوصل يعني قوات الانقاذ المهني بتواصل جهودها وبتكثف الجهود لاخراج هذا الجسم. كنت معكم من خلال هذا اللايف من داخل محافظة المنيا موقع النصر، شكرا لحسن المتابعة، وبنوفيكم بالتفاصيل في اللحظات القادمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.